نتفرج على الكرة الأرضية هتلاقي قطعة واحدة، كرة واحدة وزنها، اسمع وراجع ورايا، 6 بليون تريليون طن، متعلقة في الفراغ، لا حب ولا خيط ولا عمود ولا أساس، وبتدور يا صاحب المحيط بتاعها كده، لو لفيت خيط حواليها 40,000 كيلومتر، يعني مش قد ميدان التحرير، احنا عمالة تدور حوالين روحها زي النحلة بسرعة 26 كيلو في الدقيقة، يعني تقدر تروح من هنا لمطار القاهرة في دقيقة لو هي بتلف حوالين روحها، وبتلف حوالين الشمس في مدار طوله 950 مليون كيلو متر بسرعة 30 كيلو في الثانية، يعني تقريبا تروح المطار في الثانية. وبعدين اسمعني، ماشية هي والشمس بسرعة رهيبة في حركة خطية بسرعة 230 كيلو في الثانية، يعني تروح اسكندرية في ثانية. ده بس الكرة الأرضية، 3 حركات في نفس اللحظة، دور حوالين روحها، دور حوالين الشمس، تتحرك في حركة خطية إلى المجهول مع الشمس، 26 كيلو في الدقيقة حوالين نفسها، 30 كيلو في الثانية حوالين الشمس، 230 كيلو في الثانية، منطلقة زي الصاروخ، أصعب صاروخ عابر للقارات، 7 كيلو في الثانية، 8 كيلو في الثانية، دي 230 كيلو في الثانية، وعليها مية، عليها بني أدمين، عليها جبال، عليها حيوانات، والمية ما تكبتش، والبيوت ما وقعتش، والناس عايشة وتبدو كأنها ثابتة. كيف علقها؟ ومن علقها؟ ومن يحفظها في مدارها؟ وبعدين تيجي تقول لي ما فيش إله. أؤمن بوجود خالق، ليس لأن قلبي يتمنى وجود خالق، لكن لأن الدليل يقنعني بوجود خالق. هذا ما يشكل عقلي وقلبي، فعندما تضيق الدنيا حولي، عندما تتمرد خلية في جسدي، عندما يفاجئني ظلم البشر أو شراسة ميكروب، أول شيء أتذكره يوجد إله مسيطر على كل شيء، علق الأرض على لا شيء، وبه أحيا وأتحرك وأوجد. قد لا أفهم قضيتي، قد لا أفهم مشكلتي، لكن أفهم شيئا واحدا، يوجد خالق يعتني بي، وحتما